check them on the other post. لا والله اتكلمنا على الانجازات اللي موجوده الحمد لله على الصعيد المصري الحالي بالنسبه للمنتخبات، اتكلمنا على دوره البحث المتوسط، اتكلمنا ازاي ان احنا يعني اكتشاف الموهبه فضايع عامه، ازاي نبقى مركزين فيها الفتره الجايه للاعيبه كره القدم بصفه عامه، ارائهم ايه، اتكلمنا برضو عن بعض الافكار للدخول الجماهير، يعني كانت قضايا عامه او موضوعات عامه مش لحاجه معينه. الاستثمار الرياضي اكيد لا اكيد، لان هو يعني احنا الوزاره واخده توجه ازاي يبقى المؤسسات تنمي مواردها، فبالتالي كمان الشركات المفروض الانديه تجري شويه ان هي تعمل الشركات الخاصه بيها يعني وفقا لتحت القانون يعني. وكمان يعني لو في حاجه في القانون شايفينها يعني تساعد، ايه كان الحديث بصفه عامه عن هذا الموضوع؟ طلبوا لجنه في دي متابعه اخر سيف النادي الاهلي الماليه، لجنه ماليه. لا لا مش متابعه، لا في طبعا قرار طلع النهارده اللي هو تفاصيل. لا هي يعني كلمه تفاصيل حصائر دي يعني كانت مستهلكه شويه، لكن اكيد وضع طبيعي ان احنا الوزاره لازم يبقى ليها دور بالاتفاق مع الجهات الرقابيه نشوف الدنيا فيها ايه يعني. وبدات اللجنه اعمالها النهارده وكتبنا ده في غايه صحه. تقرير ممكن ناخد التقرير على فتره عملها؟ لا هي غير محدده، بس التواجيه ان هي تبقى في اسرع وقت ممكن يعني ان يتشاف كل حاجة، ولجنة وليست لجنة من وزارة الشباب فقط، لجنة مشتركة مع الجهات المتخصصة في الدولة منتهى الشفافية ومنتهى القوة في نفس الوقت. هل عملها يا فندم بالظبط من جانب مالي فقط ولا كل حاجة؟ كل حاجة يعني احنا وزارة الشباب والرياضة مش برضو احنا حكومة وزارة مش بتطلع كل الاتحادات بما يتوافق مع القوانين والمواثيق الأولمبية. وزارة الشباب والرياضة مش يعني بالواحد لواحد، لا احنا بنتعامل بشكل شفاف بشكل مؤسسي بشكل حوكمي لكل الاتحادات، ولو في أي حاجة من الظواهر بتقرق الشعب والمجتمع المصري لازم يبقى لنا دور، لكن الفرق الدور بندرسه بدور مرتبط بالقوانين، مفيش فيه خطوة تسبق خطوة بلا سلبية تحتها خط. كان عايزين نسال على تويت محمد صلاح اللي قلبت الدنيا، هو قال نجم المحليه، هو طبعا بيتكلم على الشاشه بتاعت الكوره. انت فسرتها كده؟ هو كل الناس بتسالها. هل يحق لوزاره الشباب والرياضه؟ لا يحق طبقا للقوانين والعقد والمواثيق الاولمبيه. يعني رسالة عودة الجماهير ده ملف أنا في الحقيقة مهتم بيه، حتى لو أي موضوع بالنسبة لي بياخد تدرج مش هياخد وقت أطول من اللازم، بس لما يتعمل ويطبق ما نرجعش تاني، فبدرس الموضوع عشان لما يتنفذ ده رجع، لأن الرجعة فشل اللي بيعمله، فلازم نعمله كويس. أقرب وقت اللي هو إيه؟ أقرب وقت العودة. لا الأقرب الوقت لازم أولاً، أنا دايماً دي كل مرة وكل رسالة إعلامية بقول ان لازم سيادتكم تشاركوني في توعيه الجماهير المصريه ان مش هيحصل دخول وفي شغل، فشكل الجماهير ودخولها زي ما شفنا في بطوله افريقيا كره قدم الاستادات كانت عامله ازاي، جماهير كانت اسر عامله ازاي، زي ما شفنا في كاس العالم، احنا كجماهير عايزين نبقى الشكل ده، احنا ورا الموضوع ده انا كدوله يعني ووزاره الشباب والرياضه، عايزين يبقى في اللي حصل في بعض المباريات من عدم تنظيم ومباريات دايما بقول ماتش الجلبيه كان مشهور يعني، لكن حاجه زي كده اكيد مش هنبقى سبورت تاني او لكن ما بين البنين والتوعيه لازم نجهز الاستادات، نجهز نظام غير تقليدي للدخول، الاستادات تجهز يعني في بوابات الكترونيه، يعني في نظام حجز الكتروني، يعني الاتحاد يفعل الدور بتاعه، فده لما بنقول هاردوير يعني السادات نشوفها تتجهز ازاي، وسوفت وير البرنامج اللي يجهز ازاي نظام التيكتنج سيستم وتوعيه الجماهير، ولما نطبق نطبق صح. طب اتاخرنا شويه نتاخر شويه بس نعمل صح، انما هل المظبوط ان
نمشي ورا الحمله او نجري ونفتح الجماهير وتحصل مشكله نقفل تاني خالص. فيعني لازم التوعيه. انا بتكلم ده من مبدا توعيه الجماهير. مين اللي هيساعدنا؟ مين اللي هيساعدنا؟ هو الاعلام طرف اساسي معايا. يعني يوم 13/7 يبقى في برنامج بتاعنا ان شاء الله 10